يريد هذا. ولذلك فرانسيس كولينز اسم مشهور أكيد، كل من تابع مشروع الجينوم البشري يعرف من هو كولينز. كولينز طبيب جينيتكس، عالم جينات يعني وراثة، أمريكي مشهور جدا، وهو رائد ومدير مشروع الجينوم البشري. تعرفون هو مديره، هو هذا مشروع الجينوم البشري المشهور عالميا، هو مديره. ماذا قال؟ ماذا كتب يقول مرة؟ قال بالنسبة لي لا يعني شيئا، يعني لا معنى له أن يطلب في خلق الإنسان أن يكون الإنسان إيه؟ كاملا. قال لا معنى له، بدك الإنسان يكون كامل؟ كامل في كل شيء وكذا، ولا يمرض ولا يهرم وربما حتى لا يموت، وتبقى الأجهزة والأعضاء تفعل بفعالية كاملة إلى آخر لحظة، وتكون عينه أقوى عين في الكون، أو شم عنده أقوى شم، والركب قال لا 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 أبدا أبدا. قال أنا لا أستطيع أن أتعرف على أشياء كثيرة في خطة الرب إلا من خلال ضعفي، من خلال معاناتي. أنا بدي أمشي خطوة للأمام معك، لأنه مش فيلسوف، هو عالم إيه؟ جينات، عالم وراثة. وأقول، أنا أقول لك هكذا كما نفهم أنفسنا. نحن نتحدث الآن كبشر، كعقل بشري، منظومة بشرية، ونعيد مرة ثانية كلمة إيه؟ مارتن لوثر، واغفر لنا يا رب، هذا كل ما عندنا. تحدث كما نحن هكذا. أنا أقول لك نحن سنفقد إنسانيتنا، أجمل ما في إنسانيتنا وبشريتنا لو أننا إيه؟ صرنا كاملين، لا نمرض، لا نموت، لا نصاب بأي خلل وظيفي، بأي تراجع وظيفي، بأي كذا، لا نفتقر، لا نضعف، لا نتراجع، لا نجهل، نعلم كل شيء. يعني آلهة مصغرة. أنا أقول لك لن يصبح للمعنى الإنسان الذي نفتخر به ويلذ لنا أي معنى. أنا لا أحب هذه الكمالية، أنا كإنسان لا أحبها. جميل أننا نجهل في ظرف وفي حين أننا إيه نحب أن نعرف. هذا الجميل، حاب أعرف وعارف حالي جاهل، بدي أتعلم، أدخل في تحدي وأدرس وكذا وأناقش وأتعلم وأحوز إيه فهما جديدا. جميل جدا، انتصار. جميل جدا أن أكون ذاك الإنسان الصغير من معيار 1.70 متر في المتوسط، وقدامي إيه إيفرست في الهيمالايا 8.5 كيلومتر، وأتسلقها كإنسان، أتسلق وأصل للقمة. جميل جميل التحدي هذا. جميل جدا أشوف القمر اللي فكرته في يوم من الأيام قطعة من الجبن، جبن تشاير وغير تشاير، وبعدين إيه أصل في القرن 1969 إني إيه أحط عليه لأول مرة. جميل جدا هذا. لو من أول يوم مخلوق لي إيه أجنحة ملائكية أو ربانية وحطيت عليه وأقدر أحط عليه وعلى كل، ما فيش فيه أي جمال. جميل هذا. جميل إني أمرض وأموت، يموت العزيز علي والحبيب والقريب بالأمراض، وأظل أبحث عن هذه الأمراض حتى أفك شفرتها ثم أقهرها بالدواء وبالعلاج وبالطعم وباللقاح. جميل جدا هذا، ولا مش صحيح؟ اليوم ما في هيضة، ما في حصبة الحين تقريبا، ما في كوليرا تقتل الناس، ما في طاعون بليغ، انتهى كل هذا. وإن شاء الله حينتهي السرطان، قل عسى أن يكون قريبا، والإيدز كله، وتأتيك أمراض أخرى وتدخل في هذه الملحمة الإنسانية، هذه الدراما الإنسانية يا إخواني. جميل أنه ينهار البطل، ولا مش صحيح؟ وتحيا القيمة، مظبوط ولا لا؟ يموت البطل ويحيا المعنى بعده. هذا أجمل شيء، وهذا أجمل شيء لما إيه نلاحظ دراما الإنسان. الأبطال سبحان الله معظم انتصاراتهم في ماذا؟ في مظلوميتهم وموتهم، كموت الحسين، وعند المسيحيين في موت عيسى ومصلوبية عيسى وغيره وغيره وغيره. أجمل ما فيهم هذا، لن يموت الإنسان الفاني وهو سيموت اليوم أو بعد 1000 سنة، لكن بموته تألقت إيه القيمة، تألق المعنى مباشرة وبشكل أبدي تقريبا، تأبدت القيمة. هذا الجمال، هذا تقريبا إيه ما أردت إيه أن أذهب بكلمة فرانسيس كولينز إليه، وهو أبعد مما قال. قال أنا مش شايف أنه في أي ضرورة نحن نكون إيه نطلب أن نكون كائنات كاملة. قال مش هقدر أتعرف حتى عربنا إحنا بالطريقة هذه. صح طبعا مش هيتعرف. وأنت شوف من بعض أسرار وحكم البلايا والمصائب والهشاشة والضعف البشري أنها إيه تعود بالإنسان إلى الله. أقول لك تعود بالإنسان إلى إنسانيته. أقبح ما في الإنسان أن يظن أنه كامل بيرفكت وأنه إله. كيف تتحمل الإنسان المستغني أنت؟ هل تستطيع أن تحتمل الإنسان المستغني؟ ما يحتاجش إلى كرمك ولا إلى عطائك ولا إلى مساعدتك ولا إلى السبورت أو الدعم المعنوي منك حتى بكلمة مدح ودوك. من أنت يعني؟ أنا العالم كله عارفني مين أنا. أنا حائز الجوائز وحائز الميداليات من أنت؟ ما بدي. هذا الإنسان أقول لكم لا يطاق، لا تطيق زوجته ولا أولاده ولا أقرب الناس. هذا إنسان محقور.
هذا الإنسان ليس إنسان، مش هذا الإنسان. إنسان جميل في أنه يبكي أحياناً للضعف، للخسارة، للألم، لفداحة المصاب، يبكي، هذا أجمل ما فيه أحياناً. هذه الدموع هي برهان إنسانيته، علامة إنسانيته. لكن برضو أجمل منها أنه يتحامل على جراحه ويكمل إيه؟ المسيرة إيماناً منه بقيمة الحياة وبجدارة الإنسان أن يخط قدره ومصيره ويكمل مسيرته. هذا هو الإنسان الذي نعشقه، هذا أجمل. أنا دائماً وذكرت هذا في خطب، والله ولا مرة طاقت نفسي أن أكون ملكاً، ولا أحب هذا. أشوف نفسي أنا أجل من ملك كإنسان، مش كعدنان، كإنسان. إيه يعني ملك؟ ملك باختصار بلغة إيه اليوم حاسوبية، هو كائن مبرمج، إلا له مقام معلوم. أنا ما بدي أكون كائن مبرمج، ما بديش، مع أنه هذا كائن مبرمج أيها الإخوة أبداً ناجٍ، والله ما صحيح، فيش احتمال خسارة عنده. بس أنا بقول لك نجاته لا معنى لها، لا نجاته لا معنى لها. إيه، وعلى فكرة هو لا يشعر بنجاته، أنت قاعد تتمنن عليه وتمنن عليه بقيمة النجاة التي لا يفهمها ولا يدركها ولا يطلبها. تعرف لماذا؟ لأنه لا معنى للنجاة بغير احتمال خطر إيه؟ الخسارة. فهو لا يفهم إيه النجاة إيه يعني؟ من إيش أنجو؟ كائن قاعد يسبح ويقدس ليل النهار، ما في، فيش اختبار، لم يدخل اختبار أصلاً. هو أنا أجمل، حياتي أجمل أنا، صح ولا لا؟ أنا بختار الجزء الملائكي فيه بس باختياري وعبر معاناة وانصهار وتمحض للخير وجهاد نفس. هذا الجمال في الإنسان يا إخواني، هذا الجمال في الإنسان.